لمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم. محمد، هلا أطلعتنا أولا على الخروقات الجديدة التي ترتكبها الميليشيات وكيف أيضا يتم التعامل معها؟ أولا أحب أن أوضح لكم حقيقة واحدة، أن هذه الخروقات أو هذه الحرب غير المعلنة تأتي، والتصعيد العسكري الواضح الذي تقوم به الميليشيات تأتي في الوقت الذي يستأنف المبعوث الدولي رحلاته المكوكية إلى العاصمة السعودية الرياض بحثا عن استئناف عملية سياسية في اليمن. واضح أن الحوثي سبقوا هذا التحرك المبعوث الدولي بإيصال رسائل رافضة لمسألة أي تسوية سياسية. فالهجوم على المستشفى 22 مايو وهو مؤسسة مدنية معروفة يعد رسالة رافضة للاستمرار السير لتنفيذ اتفاق السويد، وكذلك الهجوم على مسجد منبر. واضح أنه في نفس الوقت يؤكد أنهم مستعدون لحرب واسعة ورافضين اتفاق السويد جملة وتفصيلة. نعم، الرسالة الموجهة من خلال استهداف مسجد وأيضا مستشفى وكلاهما يمثل خدمة عامة للعامة أيضا، ما هي الرسالة التي أراد الحوثيون أن يوجهونها من خلال استهداف مثل هكذا صرح لا علاقة له بأي اقتصاد حربي؟ واضح أنا كما وضحت لكم أنهم لا يريدون السلام ولا يريدون العودة إلى اتفاق السويد، ويريدون فرض عملية الانسحاب، مساحية الانسحاب التي تمت في الفترة الماضية. لكن أنا أقول لك المقاومة المشتركة بشكل عام ترصدهم وترصد تحركاتهم، كما سبق وإن وزعنا فيديوهات واضحة، الحراس الجمهوري وزعوا فيديوهات وصور واضحة حتى لمخابئهم للأنفاق للأنفاق لكل متاريسهم الجديدة، لتحركاتهم لتمركزاتهم أين يتواجد قناصيهم. ونحن نرصدهم بدقة ولا تخشون، نحن ممكن في ضربة واحدة ستتحرر الحديدة مما تبقى من الحديدة، ليس هناك قلق. أقول نحن نتيح فرصة أخيرة أمام جهود السلام، وهي فرصة أعتقد أنها واضحة للجميع أن المبعوث الدولي سيبدأ من نقطة الصفر، لن نقبل بهذا الانسحاب الصوري، وسيتم هناك إعادة انتشار واضح، وإلا ستكون هناك تحرير مدينة الحديدة بالقوة، والشعب اليمني يقف وراء المقاومة المشتركة من أدناها إلى أدناها. نعم، هل من رسالة جديدة أو من نقلة نوعية جديدة يمكن للمبعوث الأممي أن يقوم بها من خلال مثل هكذا زيارة تعود اليمنيون عليها بتزامن مع تصعيد مستمر من قبل الميليشيات؟ أنا أقول الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الدولي أمام المحك اليوم، إذا لم يتم إعادة الانتشار بطريقة صحيحة وسليمة كما أكد ذلك اتفاق السويد، فمعنى ذلك إن تحركاته ليس لها أي جدوى ولن تقدم الاتفاق برمته. سيعود التصعيد إلى أكثر مما هو عليه الآن، وستعود المحارك في كل منطقة من مناطق محافظة الحديدة. نعم، محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر الهاتف.